وفيما تناور إيران عسكريا على حدودها مع أذربيجان وتعلن أن هذه الحدود خط أحمر، تردد اسم ميليشيا أذرية تدعى حسينيون مدعومة من طهران تطلق على نفسها اسم الحركة الإسلامية الأذربيجانية. هذه المجموعة وجهت خلال هذه الأزمة بتوجيه تهديدات للسفارة الإسرائيلية في أذربيجان، والتي أصدرت بدورها تحذيرا لمواطنيها هناك. ميليشيا حسينيون تأسست مطلع عام 2016 على يد المدعو توحيد إبراهيم بيغلي بدعم مباشر من الحرس الثوري وقاسم سليماني. مؤسس الميليشيا هو زعيم بداية أن الهدف من تأسيس حسينيون، زعم بأن الهدف من تأسيسها هو المشاركة في الحرب ضد داعش في سوريا، لكن عملها انتقل مؤخرا ليظهر في أذربيجان بعد الأزمة الأخيرة بين باكو وطهران. معارضون إيرانيون أكدوا أن هذه المجموعة كغيرها من الميليشيات الإيرانية في المنطقة تبدأ صغيرة العدد والعتاد وتكبر مع مرور الوقت وحسب حاجة طهران لها.